تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوبنا تتقدم التلفزة التونسية بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى كافة أفراد الشعب التونسي داخل حدود الوطن وخارجه، راجية من الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والرفاه. إذن تحتفل تونس في مختلف الولايات بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال التظاهرات الاحتفالية وزيارة المعالم الدينية، وكذلك التزاور بين العائلات خاصة بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد. ففي عاصمة الأغالب القيروان، وضمن برمجة ثرية ومتنوعة ميزتها الإيقاعات الصوفية، تواصلت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بحضور أعداد غفيرة من الزوار. سهرة دينية بالقيروان ميزتها الإيقاعات الصوفية احتفالات بالمولد النبوي الشريف، تابعتها الجماهير الوافدة على القيروان من مختلف جهات الجمهورية، عرض تسعى جمعية تنظيم مهرجان المولد النبوي الشريف أن يكون في مستوى الحدث. ناس عندها برشا ما حضرتش في الاحتفالات، كما نعرفوا عام استثنائي وحابين يكون سنة استثنائي. احنا كجمعية المولد طلعنا البارة في المواسم الفارطة، السنة حبينا اونغارد لميم معناتها كومبوزون، نقصنا في الايامات شوية، لكن الحمد لله الجمهور كان حاضر وجاوبنا بالحضور. وقت تغزر ورايا تبارك الله الجمهور، والله نصلي يعني بما يقدر بين 80 و100 ألف. رجعت احنا كنا نتسناه ونتمناه في الجو هذايا، ومحليها كي رجعنا بفرحه بسيديني بي بنهار مولد سيديني بي محتفلين بيه، وان شاء الله ديما هكا. انا من نابل. ما شاء الله. مع شكون جيت لهنا؟ انا ومرتي وبناتي وولدي. ما شاء الله. تبارك الله. تبارك الله، اللهم صل يعني باش يعمل كيف. وزير السياحة الذي تابع جزءا من العرض ثمن ثراء برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأكد أيضا أنها مناسبة للترويج لصورة تونس. هاك تشوفوا معنا في الحضور الجماهيري الكبير في الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف، وهذايا البرنامج احتفالي لقاد دعم تاع وزارة السياحة وديولونتات السياحة، وهو مناسبة للترويج لصورة تونس، ومناسبة باش نقولوا لتونس تعافى بحول الله والقروان تتعافى. مهرجان السنة القادمة يولي مهرجان دولي وعنده صيت وإشعاع دولي، وإحنا وزارة السياحة باش ندعموا المهرجان هذايا، وإن شاء الله عم جاي يكونوا عندنا زوار أجانب ويلقى جميع الدعم ويكون ترويج كبير، ويكونوا معنا إحنا في الموعد بحول الله إن شاء الله العام الجاي. وتتواصل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالقيروان بعروض فلكلورية ورشات للأطفال وخرجة المولد النبوي باللباس التقليدي. في مستجدات الوضع الوبائي، أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها يوم السبت الماضي أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح تجاوز 4,200,000 شخص، فيما تجاوز العدد الإجمالي للتلقيح 8,700,000 شخص. إحصائيات تأتي بعد تطعيم 23,000 شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم أمس. كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس و133 إصابة يوم السبت الماضي. على مدى قرابة أسبوع انتظمت بمدينة دوز من ولاية قبيلي قافلة طبية ضمت أطباء عيون من إيطاليا، وقد تمتع بخدمات هذه القافلة قرابة 200 طفل من مؤسسات وجمعيات متعددة. انتظمت بمدينة دوز وبالتحديد بالمركز المندمج للشباب والطفولة بدوز قافلة طبية تضم مجموعة من الأطباء من إيطاليا حملت شعار عيون الصحراء، موجهة أساسا للأطفال فاقدي السند وذوي الاحتياجات الخصوصية، بمساهمة من المركز الاجتماعي والثقافي بروما وجمعية أسواس إيطاليا وديوان التونسيين بالخارج بقبيلي. التسهيلات كانت معطى من ايطاليا، الاجراءات الديوانيه
وحسن استقبال البعثة هذه، خاطر ديوان التونسي بالخارج يشرف ديما على ويحاول أن ينسق بين الجمعيات سواء بالداخل أو بالخارج. عندنا فريق تنظيمي اللي هو صباحا مجموعة صباح ومجموعة العشية من 5 قادة وأفراد اللي هم يسهلوا دخول الخيان للمؤسسة، نعملوا التعقيم والاستقبال في الباب ونسجلوا للوليدات اللي باش يستنفعوا بالعيادات. 6 إطارات طبية اختصاص طب العيون قدموا عيادات مجانية لفائدة الأطفال مع توفير كمية من النظارات لفائدة الوافدين على هذه القافلة. نحن هنا من أجل الأطفال، لقد قمنا بأشياء عديدة في دوز كإحداث قاعات متعددة الاختصاصات في ميتم وأبحاث حول DNA لبدء الصحراء وأشياء أخرى. قرابة 200 طفل تمتعوا بهذه الخدمات الاجتماعية من عديد المؤسسات من منظورية المركز المندمج بدوز ومدرسة الصم والبكم وعديد المؤسسات الأخرى. شاركنا زوز جمعيات أخرين في دوز، جمعية الأطفال القاصرين عن الحركة العضوية وجمعية الأطفال المتوحدين، وكيف كيف نسقنا مع المدارس المتواجدة في دوز على أنه كل مدرسة تمدنا الأطفال اللي يستحقوا بالحق النوعية هذه من الفحوصات. تلاف العيون أن عملوا لي أمس سماعات متاع خاصة السماعات متاع الودنين اللي هم غاليين برشا، جابونا صنتات و8 كعبات. القافلة الطبية الإيطالية عملت لمدة أسبوع كامل بتقديم خدمات مهمة لفائدة أطفال المنطقة لمجابهة أحد أبرز أمراض العصر والذي ضرب عديد الأطفال بجهة نفزوة، كما سيتواصل نشاط هذه القافلة بزيارات أخرى لمدينة دوز في السنة المقبلة. تم انتشال جثتين إضافيتين من بين 21 شخصا ظلوا مفقودين حتى عشية أمس بعد غرق مركبهم قبالة سواحل المهدية مساء السبت الماضي، وفق ما أكده مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ليرتفع بذلك عدد جثث الضحايا إلى 4 جثث، فيما تم إنقاذ 7 أفراد من قبل وحدات خفر السواحل التابعة لكل من الحرس البحري بالمهدية والمنستير والجيش والديوانة. وكان المركب يقل 30 مهاجرا غير نظامي انطلقوا من شاطئ البغداد بالمنستير. وأوضح بن شحا في السياق ذاته أن النيابة العمومية بالمهدية فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض، وأمرت بالاحتفاظ بأربعة أشخاص بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه الموت. مشكل بات اليوم يهدد صحة أهالي مدنين بعد انتشار المصبات العشوائية في عدد من أحياء المدينة، ورغم النداءات المتواصلة التي وجهها الأهالي إلى السلطة المحلية بالمكان إلا أنها لم تستجب لمطلبهم. في مدينة مدنين في مختلف أحيائها البعيدة والقريبة أيضا من مركز المدينة نقاط سوداء عديدة باتت ما يشبه المصبات العشوائية لتراكم الفضلات فيها دون أن يتم نقلها ورفعها من هذه الأماكن لفترة طويلة، ما خلف استياء متساكني المدينة. ياسر وسخ زاد ما تصورش كيفاش، والعبادة تلوح يعني حتى البلدية ما تهزش. مواطنية عادي درت حومة فهمت، تجيو تركسات ونظفوا رجل، أما باه خويا أني نعمل باكي فهمت الله، تقعد بالشهر شهر ونص تمام تمام تهز لتعمل لي الوشواش وتعمل لي الناموس، بطبيعتي بنهز نطيشها في الشعبة ويخلف ربي بعد ندزها للواد. احنا معنا البلدية لازم تلها شوية وكوير حد فهمت ينظف قدام دارها فهمت تمشي الأمور بحاول تنظف البلاد، وفهمت يلزم فهمت البلدية حتي لازمها توقف، السلطة لازمها توقف، خسرنا من بلادنا ولا مأسات. ما وصل إليه جمع الفضلات ورفعها يعود بحسب المجلس البلدي بمدنين إلى أسباب لوجستية والتقنية وبشرية، وهو ما تطلب تنظيم حملات نظافة بإشراف السلطات الجهوية للحد من هذا الإشكال. إشكال على مستوى رفع الفضلات داخل بلدية مدين، وهذا راجع بالأساس إلى انتهاء صفقة مع المقاول، وثم هناك معطب على مستوى عدد من الشاحنات، وأيضا إصابات كبيرة برشا في عملة النظافة داخل مستودع بلدية مدين. إن شاء الله نقولوا تو بدنا نسترجعوا من الساق العادي متاعنا، أيضا بلدية التزمت وإن شاء الله باش يكون هناك اقتناء في خلال أسبوع قادم إن شاء الله هيك توصلنا زوج شاحنات جديدة. تم تشكيك الأخوة المواطنين عندهم الحق
احنا ان شاء الله نتعاونوا الناس كلها كمعتمديات وك على مستوى الولايه على مستوى البلديين نتعاونوا ان شاء الله في تذليل هذه الصعوبات وفي الحفاظ على بيئه سليمه في مدنين ان شاء الله. في السنوات الأخيرة المنطقة البلدية بمدنين توسعت إلى أماكن عديدة وبعيدة، وظل كذلك الأسطول على حاله المخصص للنظافة، ما يتطلب تدخلات عاجلة وحقيقية لتعزيز هذا الأسطول لقيام البلدية بدورها على الوجه المطلوب. جمعت الدورة السابعة لمهرجان الكريمة بوشتات من معتمديات نفزة بولاية باجة جوانب علمية وثقافية واقتصادية وترويجية لثمرة الكريمة، كما شهدت تظاهرات ترويجية المنتظمة بالمناسبة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين جاءوا من مختلف الجهات. عشرة الدراجين والدراجات النارية كانوا حاضرين بمدينة تبرقة التي احتضنت الجولة الختامية لرالي الشمال للدراجات النارية. إذن نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ ونواصل مشاهدينا تقديم نشرتنا وفيما يلي التقرير. منطقة وشتاتة من معتمدية نفزة بولاية باجة وبوصفها منتجة لثمرة الكاكي حيث تتوفر الغراسات على 14,000 هكتار كانت حاضنة لهذا المهرجان واحتفت بهذه الثمرة من مختلف جوانبها العلمي والتقني والثقافي وأيضا الاقتصادي من أجل مزيد الإنتاج والترويج في الأسواق المحلية والدولية. برامج معناتها مستقبلية كيفاش نجموا نوصلوا معناتها نتوسعوا في المساحات أكثر فأكثر، قاعدين معناتها نشهروا ونشهروا بالثمرة هذه وبالقيمة الغذائية للثمرة هذه. أيضا في الإطار هذا احنا نخدم مع المعهد العالي للبحوث الفلاحية في شط مريم على تحديد أصناف الكريمة، وهذه من أهم الأهداف الفنية اللي قاعدين نخدموا فيها. وكيفاش نجموا نغرسوها والفلاح يستعملها ويغرسها وينتجها وينتج الكريمة معناها أكثر منتوج بمردودية أكبر وتسويق معناها مضمون. واعتبر العارضون أن هذا المهرجان نجح في الخروج بهذه الثمرة من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، وأصبحت كلفة البيع تغطي كلفة الإنتاج، ما شجع على مزيد الاستثمار في هذه الثمرة وتحفيز منتجي بعض المنتوجات الغابية الأخرى على المشاركة في المهرجان. قبل كانت معناها غير معروفة، كانت الأسواق نتاعها ما لا تفي بالحاجة، الآن بدات تحرك شوية ومعناها المردودية للفلاح تغطي له شوية من المصاريف نتاعه. جلب المنتوجات نتاعنا اللي تتمثل في البندق، الزقوقو، زيت القضوم، كما تشوفوا المنتوج نتاعنا هذايا منتوج معناه الغاب الكل ومعناه مستغل من الغابات اللي موجوده المجاوره لنا. كما كانت الدوره فرصه لتذوق الاستعمالات الاخرى لثمره الكاكي وكيفيه الاستفاده منها لتركيز صناعات تحويليه في هذا المجال، ما قد يخلق فرص شغل في المنطقه. بديت بالمعجون وبالجو، حبيت نعمل الفالوريزاسيون تاع الكريمه ونثمنوها في منتوجات اغرو اليمونتير ينجم يستهلكها المواطن. المهرجان والذي يمتد الى اواخر شهر اكتوبر الجاري يتضمن ايضا ندوات علميه وعروضا تنشيطيه وفرجويه وسهرات فنيه تجمع بين خصوصيه المنطقه والانفتاح على معايير الجوده العالميه حتى تفتك هذه الثمره وغيرها من المنتوجات المكانه التي تستحق. احتضنت مدينة تبرقة من ولاية جندوبة الجولة الختامية لرالي الشمال للدراجات النارية. الرالي مثل فرصة لتنشيط السياحة بالجهة، خاصة وأن مسلك الرالي كان بين المواقع الأثرية والغابات. عشرة الدراجين والدراجات النارية كانوا حاضرين بمدينة تبرقة التي احتضنت الجولة الختامية لرالي الشمال للدراجات النارية. مسلك الرالي مكن المشاركين من اكتشاف المخزون الثقافي والحضاري والبيئي، حيث تنوعت محطاته لتشمل عددا من المواقع الأثرية والغابات والمناطق الريفية. الرالي هذا اليوم يحتضن أكثر من 35 دراج. أنا اليوم حاجة باهي نقولوا عندنا اليوم خمسة بنات ولا موجودين يتجراو، احنا عندنا حتى من جرزي جاي يلعب هنا واللي جاي جاب عائلته، معناها اليوم شفت مع الدراجات هذوما عندنا فوق ال 100 دراجة أخرى جاي من كل كامل الجمهورية باش يتابعوا الرالي هذا. اليوم عملنا 250 كيلومتر في السيركوي نتاع الرالي. الحق اورغانيزاسيون كانت عالميه، الكياس كان زاد باهي برشا. اصعب مسلك جبته في حياتي
رغم اللي نلعب موتوكروس شامبيون موتوكروس، وهذا بالحق اول مره بالروت نتعدى في مسلك من هذا، كان صعيب وكنا قدها الحمد لله، لقينا روحنا الحمد لله. وسينو للناتور والدنيا هكا مزينه على الخف الشمال الغربي في تونس، عندنا بلاد ياسر مزينه، والسبور ميكانيك هذا خلينا نتعرفوا على بلادنا. المهم العباد الكل يعني لعبت وعملت جو واحنا كل لاباس. هذا الرالي يعتبر احد اهم الانشطه الرياضيه الميكانيكيه في بلادنا، ويشهد عاده مشاركه دراجين من عده دول شقيقه وصديقه، كما يعتبر احدى التظاهرات السياحيه التي تساهم في اضفاء حركيه سياحيه على الوحدات السياحيه بالجهه. تظاهرة رياضية ذات أبعاد سياحية تساهم مساهمة كبيرة على مستوى تنشيط الحركة، تنويع العرض السياحي، وكذلك تمديد الموسم. السياحة الرياضية هي عنصر مهم وسند قوي في المنظومة السياحية. في الرالي هذا يخلق حركية في مدينة البرقة، ويخلق زاد كيف كيف مجال السياحي معناتها مهم، وزاد فهمتني يعطي صورة للمنطقة باهية مع تسويقية. رالي الشمال موعد رياضي وسياحي هام تعيش على وقعه مدينة طبرقة، التي تشهد هذه الأيام حركية سياحية متميزة. ختام هذا الموعد الأخباري، أشكر حسن متابعتكم مشاهدينا، في أمان الله.